يحاول يرفع، يحاول يرفع ويلعب له كرة أرضية. الماو الماو يحاول يبعد له كرة من الدفاع إلى الأمام إلى البريتشي عبد الله إلى جمعة سعيد. جمعة سعيد الماو ما في شيء، هذه ما في شيء، لا قاطع الكرة، اللاعب قاطع الكرة صحيح. ملعوب الكرة الماو، هجمة لنادي الكويت لكن يبعدها الماو وتوصل عادل الرحيلي. عادل الرحيلي والماو يبعدها إلى كمارة. كمارة تلعب الكرة أمام الماو، تبعد سلام عليك على الكرة البينية أحلى ومرفوعة لكن وين يبعدها الماو؟ الماو يبعد له كرة توصل. كميل 21 هدف، وجاسم الهويدي 18 هدف، ومحمد المسعود 17 هدف، والأسطورة الكبير عبد العزيز العنبري 17. وهذا إمام، إمام مع الكرة، إمام يحاول يسدد، إمام راحت منك يا إمام. إمام استلم هذه الكرة، أحمد مطر مع الكرة إلى يوسف الرشيدي اللي توه داش. يوسف الرشيدي والإماو، الإماو نشوف التغيير هذا من ثامر أمامية توصل لسلمان الحسيني ويقطعها الإمام والمحترفة البرازيلي سامح ويسددها مسامح وما طلعت لغاية الحين، وبالرأس من حسين وياخذها الإمام بشكل جميل إلى حمد منصور ينفذ ضربة المرمى أمامية بالرأس الإمام. الإمام وياخذها طبعا منه في خطأ، يعني في دخول شوية قوي نوعا ما. ضاري إلى حربي إلى أشكناني أمامية إلى مساعد الفوزان بناح، فالثاني يحاول يلعب الكرة الأمامية ولكن الإمام كان موجود. محمد سعد وتوصل مرة ثانية وتروح منك يا أحمد مطر في هذا. هذه طبعا حسون عبد الله حسون في هذه اللعبه توصل الى الحسيني. سلمان الحسيني يحاول ويحاول يعدي ويحاول ولكن يطلعها منه. عبد العزيز عشوان، عشوان يلعب كره في الامام ولكن ايضا تخلص منها الماو اللي اهدر ضربه الجزاء لنادي خيطان في شوط المباراه الاول وتحديدا في الدقيقه 34. كره تخلص الى خارج الملعب لرميه جانبيه وكرة اللعب عرضية ملعوبة تهيأ وتمر خطرة هذه حطها بالجول الله وراسي وين وتعود مرة ثانية عند الكثافة العددية في الكرات المرتدة. شوبيني دخول قوي. حمد يحاول مرور يلعب كرة عرضية حمد أمان ولكن أيضا تخلص من ألماو. من ألماو تخلص أكثر من رائعة، شهدت 7 أهداف. هذا الفوز رفع كاملة أما تكون في إرهاق زيادة على اللزوم، لكن ألماو الماو قلب الدفاع تقدم حاول يلعب له كرة ما مشت معها وتوصل مرة ثانية ولكن تطلع أو فاول. فاول لصالح فريق خيطان، فاول لصالح خيطان. We'll be right back.
سعيد الى كمارة العاجي الى السيراليوني ملعوبة توستر الرأسية من ألتون يا سلام. الكرة ملعوبة لجمعة السعيد جمعة السعيد لكن الطول وتنقطع من جمعة توصل الى محمد كمارة محمد كمارة مع الكرة يلعب الى جمعة السعيد جمعة السعيد ألتون ألتون يحافظ مع الكرة توصل فهد عوض ألتون فريرا ألتون فريرا لاعب جيد جدا المدافع نادي خيعوبة طلال جازع التمويه البحث عن زميل العرضية لكن ألتون فريرا موجود ألتون موجود إلى سلمون ثلاث نقاط تذهب لنادي الكويت الكرة ملعوبة وألتون فريرا كالعادة ملعوبة شريدة الشريدة إلى الهاجري الهاجري إلى جمعة سعيد لكن ألتون والله عشرة على عشرة والله عشرة على عشرة ألتون كرة ملعوبة وصل إلى عبدالله البريتشي البريتشي البحث عن جمعة لكن ألتون لحد الآن إلى فهد عوض الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني والمباراة ولا زال ملعوبة طويلة إلى جمعة سعيد لكن أيلتون أيلتون ملعوبة إلى البريتشي ملعوبة تنحط لكن أيلتون لكن أيلتون تطلع برا الملعب ركلة ركنية بإشارة من حكم اللقاء عبد الله البريتشي شوف لعبها عرضية وحاول الكندري أن يلحق عليها لكن كان أقرب إلى الشريدة مع الكرة الشريدة لكن ما مرر ما طل وصلت كثير لحد الآن المطلوب منه كمحترف أيلتون أيلتون مع الكرة يلعب أيلتون بريتشي إلى كمارة محمد كمارة مع الكرة هذاك سنغالي لكن هذا سيراليوني الكرة ملعوبة توصل مرة ثانية الكرة ملعوبة عبدالله البريتشي يبعدها أيلتون هذه المباراة ما زال يقدم أداء هجومي مميز محمد الدوسري حسين إسماعيل في خط الدفاع الماو عبد الله الفينتاوي ومحمد السبتي الماو اللاعب البرازيلي